العمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه وقص. اتفضل اتفضل. العمار برضه بس كده خلاص. اه حافظ ظبطت كده. اتفضل اتفضل. معلش يا حبيبتي. اتفضل حبيبتي. اضحك في حياتك. حياتك الباقيه يا اخويا. حياتك الباقيه. بقال الله البقال. اتفضل اتفضل يا ماما اتفضل. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. فندم؟ يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ اه. طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل بيها ريق بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها يلا. ايه ده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم. هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. انا فاطره اكل لي بس لقمه كده عشان معاك الدواء. اتفضل يا اخي. خلص العصير خلص يا حبيبتي يا غاليه. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ. خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل. يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا. هي اللي فطرت. التعبان الاقرع هيفضفض عظمك. ملائكة العذاب يا بول. الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوة صوت تمس القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا فضلت الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخليج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني. اهو اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي. انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. يا اختي روح يا اخي. هو ما عرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا اختي حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. السلام يا اختي. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك حبيبتي يا غاليه. يا بطني يا بطني بطني. انت كلت الكيس كله. يلا بطني كده. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. بخال الله بخال الله بخال الله بخال الله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري. ده النحش طاير طاير. ايوه طاير. المرحومه تهلوي الى الجنه. هم هم خلينا نكسب ثواب حملاه. حملاه؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده عدن المغرب. مغرب يا أخي ما تعصبنيش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يا حسبي الله ونعم الوكيل.
صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم، كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم، المرحومة تولع. عادل معلش انا خبطتلك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص، بالعكس ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي التراب جدا، خصوصا وانا صايم. عموما ختمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. ايه القلب جميل جميل برضو. انا كان مالي، انا كان مالي ومال الشرقيه ومال المرحومه، وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حكرم، انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم، روح معاهم، روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم هتقلب معاك، مش هسيبك، لا يمكن. ماشي حكرم. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. اشرار اشرار كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. ده تقيل قوي. طبعا انت فطرت من غيري يا ندم. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد. انا ما هنش عليا ان انت تفطر اول يوم في رمضان لوحدك. قلت اجي افطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينية ايه دي؟ ها؟ دي دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش. عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خال. امسك. انا اروح ايه اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنة على الجاهز. خالو انت نسيت تقفل الباب. قوم اقفله. ما يتحرق الباب ان شاء الله. ما اتقفل ولا اتفتح. قوم بقى اقفله، تعبان بدل ما تدخل. انا تعبان، ده لسان سنين ما اتقطع قلبي. الله. طب ما انا جبت الاطباق يا خالو والشوك والمعادي. طب طبعا ده كان معقول كده، عدلت انا. سيبني في حالي بس. خلاص خلاص خليها خليها خليها، ما تضطرش حتى تفتحه وانت نازل. الو عادل، انا في التجمع الخامس، ممكن تيجي توصلني لاكتوبر؟ اوكي دينا حاضر ماشي. عادل ممكن تيجي معايا دلوقتي نجدد كارنيهات النادي؟ الو عادل عادل، الرقم الذي طلبته صائم، برجاء الاتصال بعد الإفطار أو بعد العيد. إيه؟ بعد العيد. عادل عادل معلش يا عادل، ده آخر محل أنا تعبتك معايا وأنت صايم. لا تمام، أنا لا جعان ولا عطشان، بعدين ده أنا خدوم جدا جدا. أنت طيب قوي يا عادل، أنت عارف اللي زيك خلصوا من زمان. وكمان خلصوا من زمان. فين اللي إيه؟ بتدوري على إيه بس؟ قولي له أنا ساعدك. مقاساتك أهي. مقاساتي؟ ايه رأيك في ده؟ ده ايه ده؟ عشان ايه؟ عشانك. ليه انا؟ هيبقى تحفة عليك. مرسي جدا يا دينا. العفو يا عادل. على ايه؟ قولي بقى انت 5 اكس ولا 6؟ حاجات وحاجات. طب خد قيس ده على ما اجيلك. 5 اكس ولا 6؟ طب ايه؟ مش هتجيبي بنطلون؟
حلو، شكله كبير. ايه رايك في دي المجدي؟ عاديه زيه. دي حلوه قوي، خد بقى اديها له لما يرجع. سمول سمول سمول. بقى دي ليا ودي المجدي. ماشي ماشي يا دينا.